امتى بنركب مفصل فخد صناعي كامل وامتى بنركب نص مفصل فخد بس؟ في جراحة تركيب مفصل الفخد الصناعي كامل، الجراح بيغير الكورة الطبيعية اللي موجودة في أعلى عظمة الفخد، وبيغير البطانة اللي موجودة في تجويف المفصل في عظمة الحوض. ولكن في حالات تركيب نص مفصل الفخد، الدكتور بيغير رأس العظمة بس، وبيسيب التجويف اللي في الحوض زي ما هو. وبصفة عامة بيتم تركيب مفصل الفخد الصناعي الكامل في حالات الخشونة المتقدمة لمفصل الفخد، وفي حالات الروماتويد الشديدة، وفي كسور عنق عظمة الفخد. أما تركيب نص مفصل الفخد الصناعي فده بيكون فقط في حالات كسور عنق عظمة الفخد بس، ما ينفعش لحالات الخشونة، لأن في الحالة دي الغضاريف اللي موجودة في تجويف المفصل بتكون زي ما هي متأكلة، ولازم تتغير هي كمان يا إما الألم مش هيختفي. وتركيب نص المفصل جراحة أبسط من جراحة تركيب المفصل الكامل، وتكلفته بتبقى أقل، ولكن عيبه أنه ممكن بمرور الوقت الرأس المعدنية الجديدة دي تاكل في الغضاريف اللي موجودة في تجويف المفصل، وبالتالي المريض بعد فترة من الجراحة يبتدي يشتكي من ألم، ويحتاج أنه يعمل عملية تانية لتركيب الجزء الخاص بتجويف الحوض. وبالتالي حاليا بيتم تركيب نص مفصل الفخد الصناعي بس في حالات كسور عنق عظمة الفخد، لو كان المريض متقدم في العمر بدرجة كبيرة وحركته قليلة أصلا، أو كان عنده مشكلة صحية تتطلب أن الجراحة تتم في وقت سريع. ولكن في غير الحالات دي بنفضل أن احنا نركب مفصل فخذ صناعي كامل. مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية.